بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة والأخوات، نقدم لكم آخر المستجدات الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس سارس كوف 2 في بلادنا. فخلال 24 ساعة الأخيرة سجلت على المستوى الوطني 1343 حالة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 61399 حالة إصابة بالتعفن بفيروس سارس كوف 2، أي بمعدل إصابة تراكمي وصل اليوم 169 لكل 100,000 نسمة، على أنه بلغ في 24 ساعة الأخيرة 3.7 لكل 100,000 نسمة. وتفصيلا، فإن التوزيع الجغرافي للحالات حسب جهات وأقاليم وعمالات المملكة فهو كما يلي: عفوا، جهة الدار البيضاء سطات 431 حالة، من بينها 362 حالة بالدار البيضاء الكبرى، 16 حالة بمديونة، 15 حالة بالمحمدية، 13 حالة بالنواصر، 7 الحالات بكل من سطات ومثلها ببرشيد، 6 حالات ببن سليمان، 3 ديال الحالات بالجديدة، وجوج ديال الحالات بسيدي بن نور. جهة مراكش أسفي 215 حالة، من بينها 113 حالة بمراكش، 49 حالة بالحوز، 22 بقلعة الصراغنة، 20 باليوسفية، 5 بالرحامنة، 3 الحالات بشيشاوة ومثلها بالصويرة. جهة درعا تافيلات 191 حالة، 90 حالة بالرشيدية، 33 حالة بميدلت ومثلها بزاكورة، 26 حالة بورزازات، و9 ديال الحالات بطنغير. جهة فاس مكناس 133 حالة، 44 حالة بفاس، 28 بمكناس، 21 حالة بتازة، 16 ببولمان، 13 بتونات، 6 بصفرو، و5 حالات بإفران. جهة الرباط سلا القنيطرة 127 حالة، 44 حالة بالصخيرات تمارا، 32 حالة بالقنيطرة، 23 حالة بالرباط، 22 حالة بسلا، 5 حالات بسيدي سليمان، وحالة واحدة بالخميسات. جهة طنجة تطوان الحسيمة 89 حالة، 62 حالة بطنجة، 6 الحالات بكل من تطوان والمضيق الفنيدق، 6 بكل إقليم، 11 حالة بالعرائش، حالتان بالحسيمة، وحالة بكل من شفشاون ووزان. جهة بني ملال خنيفرة 64 حالة، 22 حالة بخريبكة، 15 بأزيلال، 13 بخنيفرة، 8 بالفقيه بن صالح، و6 ببني ملال. جهة سوس ماسة 44 حالة، 26 حالة بأكادير الدوتنان، 7 الحالات بإنزكان أي تملول ومثلها بطاطا، 3 الحالات بتزنيت، حالة واحدة بشتوكا أي تباها. جهة الشرق 28 حالة، 10 الحالات بالناظور، 9 حالات بوجدة أنقاد، 4 الحالات بقرسيف ومثلها بتوريرت، وحالة واحدة بإقليم الدريوش. جهات قلميم ودنون 12 حالة، 5 الحالات بقلميم، 4 بطنطان،
وثلاثة الحالات بسيدي إفني. جهة العيون الساقية الحمراء 6 حالات، 3 حالات بالعيون، حالتان ببوشدور، وحالة واحدة بإقليم طرفاية. وأخيرا جهة الداخلة وادي الذهب 3 حالات بإقليم وادي الذهب. إذا هذا هو التوزيع الجغرافي للحالات الـ 1343 اللي تسجلوا في هذه 24 ساعة الأخيرة، واللي خلاو كما قلنا أن معدل الإصابة في هذه 24 ساعة يساوي 3.7 لكل 100,000 نسمة، والبارح كان 4.3 لكل 200,000 نسمة. في مقابل ذلك تم استثناء 20,658 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع مجموع وإجمالي الحالات المستبعدة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 1,851,566 حالة مستبعدة. للأسف الشديد سجلت في 24 ساعة الأخيرة 33 حالة وفاة جديدة بسبب هذا الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى حدود هذه الساعة إلى 1,111 حالة وفاة رحمهم الله جميعا، ويستقر معدل الفتك في 1.8%. بالنسبة لحالات الوفيات 33 سجلت بكل من مراكش 8 حالات وفيات، الدار البيضاء 7 حالات وفيات، 4 حالات وفاة بفاس، حالتي وفاة بمكناس، وحالة وفاة بكل من الرشيدية، ميدلت، ورزازات، أسفي، اليوسفية، قلعة الصراغنة، العرائش، أكادير، تيزنيت، طنجة، تازة، وبولمان. في مقابل ذلك تعافى ولله الحمد والشكر ما مجموعه 1,737 مريضا تعافيا تاما من المرض، ليرتفع إجمالي المتعافين في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 46,355 متعافين، ويرتفع كذلك معدل التعافي ليساوي في هذه الأثناء 75.5%، بينما كان البارحة يساوي 74.3%. إنه منذ أيام باستثناء ما قبل البارحة أصبحنا نسجل عدد متعافين أكثر من عدد الحالات الجديدة. ومنه فإن الحالات النشطة أصبحت تساوي 13,933 حالة نشطة بمعدل 38.4 لكل 100,000 نسمة، مع انخفاض ما بين الأمس واليوم. أمس كان معدل هو 39.5 واليوم 38.4 لكل 100,000 نسمة. بالنسبة للتوزيع حسب الجهات، فدائما جهة الدار البيضاء سطات في المركز الأول ب 6,229 حالة نشطة، تليها مراكش، أسفي، الرباط، سلا، القنيطرة، وفاس مكناس كجهات اللي فيها أكثر من 1,000 حالة نشطة، ثم الجهات الأخرى. وكاين دائما جوج ديال الجهات اللي فيهم أقل من 100 ديال الحالات النشطة، وهي جهات كلميم وادي النون 61 حالة نشطة، والعيون الساقية الحمراء 53 حالة نشطة. نختم بالحالات الخطيرة والحرجة والتي بلغ عددها قبيل قليل 195 حالة خطيرة أو حرجة ترقد بمختلف أقسام الإنعاش والعناية المركزة بمستشفيات المملكة، من بينها 42 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. هذه الحالات 42 التي توجد تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي توجد بكل من الدار البيضاء سطات 16 حالة، فاس مكناس 12 حالة، مراكش أسفي 6 ديال الحالات، الرباط، سلا، القنيطرة 4 حالات، حالتين بطنجة، تطوان، الحسيمة،
وحالة واحدة بكل من ضرعة فيلالت وجهة الشرق. إذن هذا كان آخر رقم نقدمه في هذه الحصيلة اليومية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.